بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بالإخوة الكرام مع كتاب بيليغ اي كومبخوندغ. طبعا انتهينا مع ليستوار دو توكي لو بوتي شيان ترو كيغيو. كنا نتكلم عن الكلب الصغير المتطفل أو الكلب الصغير المتشوق للمعرفة، ممكن أن تفهم أيضا بهذا المعنى. في الفقرة سنرى ليستوار دو جينو Le petit garçon en colère. L'histoire de Jeannot, le petit garçon en colère. Il y a une autre question. Jeannot. Le petit garçon, il y a une autre question. Tifl Sagher, en colère. En colère. Il y a une autre question. La colère, comme on parle de l'ghadab. Il y a une autre question. Il y a une autre question. L'histoire de Jeannot, le petit garçon en colère. إذن قصة جنو طفل صغير في غضب. Regarde cette belle image. Que vois-tu? Ici on a le verbe voir. رأى. Que vois-tu? ماذا أنت ترى؟ أو ماذا أنت ترين؟ Regarde cette belle image. Que vois-tu? انظر إلى هذه الصورة الجميلة. ماذا ترى؟ La première des choses que nous voyons sur cette image, c'est la mer bleue, n'est-ce pas? La première des choses que nous voyons, c'est la mer bleue. إذن أول شيء التي نراه على الصورة هو البحر الأزرق. Qu'est-ce qu'on voit aussi? On a des petits bateaux à voile. ثم عندنا السفن صغيرة كما نقول بالشراع. Qu'est-ce qu'on voit aussi? Regardez ce mur sur lequel pousse des fleurs. إذن انظر إلى هذا الحائط الذي فوقه تنبت أزهار. On a des fleurs. Avec quelle couleur? On a des fleurs rouges. Aussi on a le sable. Nous voyons le sable. إذن نرى رمال. On a des cordes. ثم عندنا حبال. إذن on a la mer bleue. C'est la mer bleue. Aussi on a des bateaux. On a des bateaux à voile. On a des bateaux à voile, ثم عندنا كما نقول سفن بالشراع et des fleurs rouges. Regardez-les. Voilà, ce sont des fleurs rouges sur le mur. On a un mur sur lequel poussent des fleurs. Et donc, عندنا حائط أو جدار الذي فوقه تنبت أزهار. Au pied du mur, كما نقول عند رجل أو قدم الحائط un petit garçon est assis. Un petit garçon, voilà. C'est un petit garçon est assis. C'est le contraire de debout. Un petit garçon debout. إذا نتكلم عن طفل صغير واقف. On a un petit garçon assis. إذا عندنا طفل صغير جالس. Est assis. هو جالس. Au pied des murs. Au pied du mur qui أسفل الجدار. إذا نقول au pied لأن le pied هي القدم. L'homme a deux pieds. إذا الرجل عنده قدمان. هنا طبعا فقط تشبيه، قدم دائما تكون في الأسفل. إذا حتى بالنسبة للجدار عندما نقول قدم الجدار المقصود به أسفل الجدار. Au pied du mur un petit garçon. المقصود هنا il y a un petit garçon. هناك طفل est assis. أنه جالس. هنا عندنا لو فيرب أسواغ فعل أجلس تصرف مع إطخ، تولي الإنسان هو اللي يجلس. أجلس إلى تصرف مع أفواغ، إلى هذا تصرف مع أفواغ تبقى بهذاك المعنى، ولكن هنا تصرف مع إطخ. إذن تولي الشخص داك الفاعل هو اللي يجلس. أو بيي دي ميغ أن بوتي غارسون إت أسي. إذن طفل صغير أنه جالس. سي جنو. إنه جنو. تكخوا كيل جو. هل تظن بأنه يلعب؟ هل جنو يلعب؟ رغادي لو إل تير دين كورد. إسكو تكخوا كيل جو؟ طبعا عندنا هنا لو فيرب جوي. تكخوا كيل جو؟ هل تظن بأنه يلعب؟ نو لا. إلي أون كولير. هو غاضب. هو غاضب. Il est en colère.
إذا هو غاضب، لذلك هو جاء إلى هذا المكان. ثم جلس منفردا. إلي أون كوليغ. إلى إيتي غواندي باغ سا مامون. لوفيرب غواندي، لوفيرب غواندي أصلا تيتقال هذا الفعل بالنسبة للرعد. لو طونيغ غوند. إذا نتكلم عن الرعد أنه يزأر كما نقول، أنه يقوم بصوت، أنه يعطي صوت. إذا إلى إيتي غواندي، إذا هو كما نقول هو عنف باغ سا مامون، عنف بأمه. إلى إيتي غواندي، إذا هو عنف باغ سا مامون. إذا طبعا الأم ديالو سمعتو الهضرة بحالا تتسمعو الصوت ديال الرعد. إلى إيتي غواندي، إذا هو عنف باغ سا مامون بأمه. إل نو فولي با دير بونجور، إل نو فولي با دير بونجور. لماذا عنفته أمه؟ إل نو فولي با دير بونجور، هو لم يريد. طبعا عندنا هنا لو فيغ فولوار مصرف لامبارفي، إذا هو كان لا يريد. إل نو فولي با دير بونجور، أن يقول يوم سعيد، بحال تنقولو حنا مبغاش يقول السلام عليكم. إل نو فولي با دير بونجور. إلا إيتي غوندي باغ سا مامون، إل نو فولي با دير بونجور. إذا هو لم يريد أن يقول يوم سعيد. سا مامون لا بوني، سا مامون لا بوني، إذا أمه عاقبته. كما تنشوفو عندنا هنا لو فيغ بونيغ، عندنا فعل عقبة كونجوغي افيك لوكسيليير. إي لوكسيليير أي مساعدون؟ سي لوكسيليير أفوار. كونجوغي كيل طون؟ مصرف أي زمن؟ كونجوغي أو بخيزون. إذا عندنا لوكسيليير مصرف في البخيزون، أضفنا عليه لو بارتيسيباسي دو فيرب، دو فيرب بونيغ. ولا عندنا لو باسي كومبوزي دو فيرب بونيغ. سا مامون لا بوني، إذا أمه عاقبته. إذا الأصل أن نقول هنا لا مامون دو جونو أ بوني جونو. لا مامون دو جونو، إذا أم جونو، أم جونو. إذا سنقول سا مامون أمه. إذا هاد هاد سا عوضات جونو. سا مامون أمه، أم جونو، سا مامون. لا بوني، إذن أ بوني، أ بوني جونو، هي عاقبة جونو. إذن هاد جونو عوضنا أيضا بدلو سا مامون لا بوني. إذن أمه عاقبتو. ألوغ جونو، ألوغ جونو سي مي أون كولير، ألوغ جونو سي مي أون كولير. إذن جونو أنه بدأ في الغضب. طبعا تكلمنا، تكلمنا فيما سبق عن سوميتر أ، سوميتر أ. طبعا سوميتر أ هذه أن انفينيتيف، ما مصرفهاش، ولكن أنا مصرفها في الماضي. إذن ألوغ جونو، إذن جونو سي مي لو باسي كومبوزي. طبعا تنصرفو الأفعال كلها اللي عندها سو بحال لو فيرب سوميتر، إذا طبعا غيتصرف مع لوكسيليغ إتر سيمي. كما نقول وضع، ولكن ما عندناش هنا السوميتر، عندنا السوميتر أ. ألوغ جونو سيمي أ لا كوليغ. إذا ولات عندنا هاد أون، إذا ألوغ جونو سيمي أون كوليغ. إذا عندنا هنا سوميتر أون كوليغ، أنك تبدأ، أنك تأخذ في الغضب، تتبدأ في الغضب. إذا ملي عنفاتو الأم ديالو، أنه أخذ في الغضب، أنه دخل في الغضب بمعنى آخر. إذا ألوغ جونو سي مي أون كوليغ، سي بوغ إلي تاسي سول أو بي دو ميغ. هذا لماذا هو جلس منفردا عند قدم الجدار. إلى ديشي سون ليفر ديماج، إذا هو مزق سون ليفر ديماج كتابه الخاص بالصور. إلى ديشيغي، il a déchiré. طبعا عندنا هنا لو بارتيسيباسي دو فيرب ديشيري، مصرف معاش مع لوكسيليير افوار في البريزون. اذا عطانا هنا لو باسي كومبوزي الخاص بفعل ديشيري. il a déchiré، اذا هو مزق سون ليفر، سون ليفر كتابه ديماج، دو ايماج الخاص بالصور. il a tiré la queue du chat.
il a tiré la queue du chat. La queue الدنب. هاد الكلمة رأينا أين؟ لا كو. رأينا كلمة لا كو في هذا المكان. avec une grosse gueule, une queue et de longues oreilles. إذن لا كو المقصود بها الدنب. ديل، ديل الحيوان يسمى لا كو. وأيضا تعني الصف. فيت لا كو. فيت لا كو يعني اعمل الصف. ادخل الى الصف. اذا هنا جنو انه جر الذنب ديال القط. il a tiré la queue du chat. il a déchiré son livre d'image. il a tiré la queue du chat. اذا هو مزق اولا كتاب الصور. il a tiré la queue du chat. il a tiré la queue du chat. ثم وجد ذنب القط. il a donné un coup de pied au chien. اذا هو اعطى ضربة قدم للكلب. إذا هو ضرب الكلب أيضا بقدمه. il a donné un coup de pied au chien. il a donné un coup de pied au chien. إذا هو أعطى ضربة قدم للكلب. il est parti en disant. ثم هو ذهب. ثم هو انطلق. طبعا كما تنشوفو هنا عندنا لو فيرب بارتيغ. لو فيرب بارتيغ عادة يصرف مع إتر. لأنه هو اللي غيمشي، هو اللي غينطلق. إلي بارتي، ثم هو انطلق أون ديزون، قائلا. طبعا هو فعل كل هاد المسائل، ثم انطلق وهو يقول: جو سوي مالوغو، أنا حزين. جو سوي مالوغو، أنا حزين. بيرسون ني بلو مالوغو كومو. 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 لا أحد سيكون حزين مثلي. إذن أنا حزين أكثر من أي شخص كان. إذن كما قلنا ليستوار دو جنو لو بيتي غارسون أون كولير. لو بيتي غارسون أون كولير روغارد سيت بيل إيماج كو فواتي. لا مير بلو بيان سور نو فويون لا مير بلو دي باتو إي دي فلور روج سور لو مير. إي دي فلور روج سور لو مير أو بيي du mur, au pied du mur, un petit garçon est assis, c'est Geno. Tu crois qu'il joue? Tu crois qu'il joue? Adnan le verbe croire. Adnan le verbe croire. Fi'al danna. Fi'al danna. Ou fi'al a'taqada. Tu crois qu'il joue? Hal ta'taqid bi'annahu yal'ab? Non, il est en colère. Il est en colère. Il est en colère. Il a été grondé par sa maman. Il ne voulait pas dire bonjour. Sa maman l'a puni. Alors Geno s'est mis en colère. Il a déchiré son livre d'images. Il a tiré la queue du chat. Il a donné un coup de pied au chien. Il a donné un coup de pied au chien. Et il est parti en disant « Je suis malheureux. Personne n'est plus malheureux que moi. Personne n'est plus malheureux que moi. » إذا نستأنف مع القصة في الفقرة القادمة حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.